احنا معانا على التليفون اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء، مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. قولي، شايف ازاي تنفيذ هذه المناورة بكافة الأسلحة وفروع القوات المسلحة من التخصصات المختلفة يا فندم؟ المناورة بالحجم ده فهي مناورة كبيرة، لأنها حجم القوات المشترك كبير جدا، وكل التخصصات والأفرع الرئيسية مشتركة، قوات برية بحرية جوية دفاع جوي، القوات الخاصة الصاعقة المظلات، طبعا التخصصات التانية المختلفة زي الحرب الإلكترونية الحرب الكيميائية، كل التخصصات الحقيقة. النقطة المهمة أن التخصصات دي مشتركة في عملية مشتركة مع بعض على كامل الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، ودي نقطة الحقيقة بتخلينا نموح ان في فتح استراتيجي للقوات انها بتتحرك من اماكن تمركزها الحالي الى الاماكن اللي هتنفذ فيها المناورة، وبالتالي يبقى هي كده عندها القدرة على مواجهة اي عدائيات في وقت واحد على كافة الاتجاهات الاربعة. ودي رسالة الحقيقة مهمة جدا، بتبين الحقيقة التدريب العالي جدا والراقي جدا. مش ممكن ابدا قوات مسلحه توصل مناوره بهذا الحجم الا لو كان قبلها في تدريبات على مستويات مختلفه كتيره جدا ادت الى هذا المستوى من المناوره اللي هي على كامل ارض الدوله وكامل التكتيك الاستراتيجيه. النقطه الثانيه في المناوره انها بالذخيره الحيه، التدريب بالذخيره الحيه ده بيبقى تدريب عالي جدا، مستوى يقارب تقريبا مستوى العمليات الحقيقيه، وده اللي شفناه. حجم الأنشطة اللي بتتعمل كبير، يعني ما ننفذ مثلا النهارده تدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد أي إبرار بحري، وتم إبرار بحري وإبرار جوي أيضا، النقل ده الاستراتيجي تضمن إن هو في كتيبة كاملة بتتنقل، النقل ده برضو مش بوسيلة واحدة، ده بعربيات وبسكة حديد وبطائرات أو الثلاثة مع بعض. الحقيقة المناورة يعني أي حد عنده ولو قدر بسيط من العلم العسكري يعني يفهم كويس قوي إنها مناورة ضخمة وراها جهد واحتراف عسكري واضح تمام. إيه هي الرسالة اللي بتأكدها مناورة شاملة بهذا الحجم عن قواتنا المسلحة يا سيادة اللواء؟ هو طبعا أول حاجة إنها أولا هي مش موجهة لحد، لأن إحنا هتلاقي مناورات قبلها يمكن كانت أقل شوية بتتم، فهي مش موجهه لاي دوله، احنا دوله ما بنعتديش على حد. الرساله الثانيه انها قوه ردع، عندنا قوه ردع عاليه قادره تشتغل على الاتجاهات الاربعه وايضا خارج الحدود لاهدافنا الاقتصاديه عاليه القيمه. فهي رساله ردع واضحه جدا بصوره عمليه. ثالث نقطه هي رساله اطمئنان لكل الشعب المصري ان عندك قوات مسلحه قادره انها تحمي الدوله وتحمي امكانياتنا في أي مكان سواء داخل أو خارج الحدود، فاطمئن، تفرغ لشغلك، تفرغ لمذاكرتك كطالب، يعني اطمئن، قوات مسلحة عندك درع وسيف. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة اللواء طيار هشام الحلبي، شكرا ليك على هذا التحليل.